الكافيين النهاردة معاكم حلقة شيقة جدا ومميزة جدا عن الكافيين. انتظرونا بس بعد الفاصل. من خلال بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايين نتكلم معاكم بشكل قوي بنقاط مركزة عن الكافيين. ما نيجي نتكلم عن الكافيين نقول انه بيصنف الكافيين ضمن العقاقير نفسانية التأثير من مجموعة المنشطات. نقول الكافيين من اكثر الادوية شعبية في العالم، يوجد بشكل طبيعي في منتجات زي القهوة والشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية. أول إيجابي للكافيين هو أنه بيعمل على تحفيز اليقظة والنشاط الذهني، وبالتالي بيعزز من وظائف الدماغ. وبالتالي بقى الناس اللي بتعاني من مشاكل في الذاكرة والتذكر والحفظ والفهم والاستيعاب، الناس ديت بنقول لها الكافيين مهم جدا للحالة دي. يعمل على تعزيز الأداء الرياضي وتقليل المجهود ما بعد التمرين. يقلل من خطر الإصابة بأمراض الزهايمر وأمراض الشيخوخة. يساعد الكافيين في خسارة الوزن من خلال تناول الشاي الأخضر أو القهوة حسب حمية معينة، حيث أنه يقلل الشهية والرغبة في تناول الطعام مؤقتا. زائد برضو نقدر نقول إن هو يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى. يقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان والسكتات الدماغية والسكري النوع الثاني. نسبة الكافيين اللي موجودة في القهوة أو الشاي أو النسكافيه أو المشروبات بشكل عام اللي بتحتوي على الكافيين أو الشوكولاتة بتقلل من أعراض الاكتئاب. وما نقول نقلل من أعراض الاكتئاب، يعني نتكلم بقى الأشياء البسيطة إن هو بيحسن لنا من الحالة المزاجية وينشط لنا الدورة الدموية في الجسم بشكل عام. المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين بالعادة تكون بتحتوي على مواد نوعا ما مفيدة للأسنان. مثلا القهوة بتحتوي على مادة قاعدية بتعادل البكتيريا الموجودة بالتوم وبتحمي من تسوسات الأسنان. كل اللي احنا قلناه من فوائد ديت فوائد عظيمة جدا ولا أحد ينكرها، وكل طبيب هتيجي تتكلم معها هيقول لك أيوة بالفعل الكافيين ليه كل هذه الفوائد، وممكن يكون في دراسات لفوائد أخرى. لكن عايز أقول لكم في البداية إن احنا ما نيجي نتكلم عن فوائد الكافيين بنتكلم عن المعدلات الطبيعية الموصى بها يوميا. أما المعدلات الأكثر من الطبيعي ونصل للإفراط بتبقى دافعة قوية جدا إن احنا يظهر لينا أعراض سلبية للكافيين يظهر عندنا في الجسم. خلونا نعرف السلبيات وبعد كده نتكلم عن كميات الموصى بها من الكافيين يوميا. أعراض زيادة الكافيين بالجسم بنقدر نحكي الصداع، الدوخة، الإسهال، هم من أهم أعراض زيادة الكافيين بالجسم. بالنسبة لزيادة الكافيين في الجسم من ضمن الأعراض الأساسية بيها الناس اللي بتستهلك كميات كبيرة، وزي ما الدكتور سيف قال في البداية ان هي زي ما هي مفيدة للأسنان قد تكون مضرة للأسنان، لكن اما ناخدها بمعادلات اكثر من المعادلات الطبيعية. الناس اللي بتعاني من مشاكل العظام المختلفة سواء كان الاستيوبوروزيس، هشاشة العظام، المشاكل المختلفة للعظام من الاسبرين، من الاسترين، من اللوباك بين، الناس اللي بتفرض بشكل كبير جدا من تناول الكافيين بتبقى الأعراض الشديدة ليها مشاكل في العظام المختلفة. برضو من ضمن الأعراض الأساسية بتاعتنا ان احنا نقول تهيج المعدة. الناس اللي بتشرب كميات كافيين زي ده بيعانوا من مشاكل في ارتجاع المريء، حموضة المعدة، قرحة المعدة، وقرحة الاثنى عشر. الناس اللي بتشرب كميات كبيرة جدا من الكافيين اكتر من المعادلات الطبيعية. تمام. يجب ان لا ننسى ان المصابين بامراض عدم امتصاص الكالسيوم او عندهم نقص في امتصاص الكالسيوم او الستات الحوامل ممنوع شرب الكافيين الا بعد مراجعة طبيب مختص. خلينا نحكي انه مع اتفاق جميع العلماء والباحثين اتفقوا انه النسبة الطبيعية لاستخدام الكافيين باليوم الواحد هي 400 ميلي جرام. فخلي الدكتور احمد يحكيكم كم النسبة الموجودة بالمشروبات المعتاد نشربها باليوم. اما بالنسبة الطبيعية اللي احنا بنتكلم فيها بنتكلم ان فنجان واحد من القهوة التركية بيتواجد فيه من 110 ل 120 ملي جرام من الكافيين. اما بالنسبة للقهوة سريعة الذوبان زي القهوة الامريكية مثلا دي بيتواجد فيها من 50 ل 100 ملي جرام في الفنجان الواحد من الكافيين. اما بالنسبة للشاي العادي بنقول ان هو يتواجد تقريبا من 48 ل 50 ملي جرام في الفنجان الواحد من الشاي العادي من الكافيين. خلينا نتابع بقية المشروبات اللي هن الهوت شوكليت فيه 25 ملي جرام، والايس تي الشاي المثلج فيه 25 ملي جرام كافيين،
والمشروبات الغازية اللي أصلاً ما بننصح بشربها فيها 80 ميلي جرام. وزي ما أنتوا شفتوا كده ديت النسب الطبيعية. أما إحنا بنتكلم لو واحد عنده مشاكل في العظام المختلفة أو حوامل، إحنا بنقول لا نفرط فيها، يعني بنقول كوب واحد من الشاي أو القهوة أو النسكافيه، حد أقصى 2 كوب يعتبر نسبة طبيعية علشان مش نأثر على صحة الجنين بالنسبة للحوامل. خليني أقول ملحوظة، كافيين بيظل بجسم الإنسان 12 ساعة، يعني خلينا نحكي انه لو انت بتنام على 12 بالليل فانت اخر موعد لشرب الكافيين المفروض عشان ما يصير عندك ارق او عدم كفايه بالنوم انه تشرب الكافيين اخر مره على الساعه 11 الصبح. فانا بنصح بشرب الكافيين مره واحده وتكون صباحا. نقول نقطه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي بتعمل مجهود بدني كبير، من الضروري ان احنا نعرف ان امتصاص الكافيين بيحصل، يعني قمه الامتصاص وقمه الفائده للكافيين بتكون بعد ساعتين من شربه. علشان كده لو انت رايح مثلا الجيم او هتبذل مجهود بدني وعايز تستفيد استفاده قصوى من الكافيين اللي موجود عندنا، خده قبل التمرين بساعتين، هتبقى دفعة قوية جدا ان انت تاخد منه اعلى استفادة بالنسبة للمجهود البدني لو انت بتبذل مجهود بدني كبير. زي ما الكافيين حلو الكافيين وحش. كل امنياتي بالصحة والقوة لكل محاربين الامراض حول العالم. شكرا لكم، كان معكم الدكتور احمد عطية دهشان والدكتور سيف الكافيين، دمتم بصحة وعافية. يلا واحد اثنين ثلاثة.